في حلم من كام شهر بقاضي في محكمة بيقول السيسي، بيقول للسيسي قدامك 6 ساعات في تجمع الناس. هي حوارات بتخص الدولة، هي حوارات بتخص الدولة يا جماعة، حوارات بتخص الدولة وبتخص الانتخابات اللي قادمة، وإن شاء الله يا رب خير. معلش أنا في حاجات كده، لان انا عندي حبة كده حلوين قوي قوي قوي، يعني ايه مقطعين لي حاجات على قنوات ضد الدولة ومقطعينها بطريقة مش ظريفة، فعشان كده مش عايزة اديهم فرصة على اي كلام يقعدوا يعني يتمسخروا عليه، مش هم دول اللي بنفسي ويتحط لي حاجة عندهم. انتوا عارفين الرؤى العامة انا بفسرها، بفسرها بس لما الاقي حاجة، حد بيدخل على حاجة تخص الدولة، لا استوب استوب، مش هديكوا فرصة اتجاهي في اي حاجة خالص.